السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في هذه النشرة الجوية التي سوف نطلعكم من خلالها على آخر مستجدات الحالة الجوية ببلادنا. فإن شاء الله ستعرف بلادنا مجموعة من الاضطرابات الجوية التي سوف تكون مصحوبة بأمطار قوية عاصفية أحيانا وتساقطات ثلجية في المرتفعات. فمن خلال الصورة يتضح لنا نزول تساقطات مطرية في كل من مدينة طنجة، أصيلة، العرائش، قصر الكبير، وزان، شفشاون، الساقن، قنيطرة، الرباط، الخميسات، مكناس، فاس، أزرو، التي سوف تعرف مجموعة من التساقطات الثلجية، خنيفرة، القباب، وهضزم، بني ملال. فبالنسبة للأخضر يمثل لنا تساقطات ثلجية، والأزرق يمثل لنا تساقطات مطرية مهمة. فبالإضافة إلى هذه المدن سوف تعرف إن شاء الله مجموعة من المدن الأخرى تساقطات مهمة، من بينها مراكش، بنغرير، سطات، الجديدة، أسفي، برشيد، الدار البيضاء، التي سوف تعرف تساقطات مهمة غدا صباحا إن شاء الله، بني ملال، فمزيدا من الحيطة والحطر بالنسبة لمستمعي الطريق، الصويرة، أسفي، والجديدة، تارودانت، أكادير، إمسوان، عيد داوود، أولوز. وبالنسبة للجبال المجاورة لأولوز سوف تعرف مجموعة من التساقطات الثلجية خصوصا في أسني، تيزنيت هي الأخرى ستعرف تساقطات مطرية، الخصاص، قلميم، وطنطان. أما بالنسبة لأقاليمنا الجنوبية فستكون الأجواء قليلة السحب إلى مشمسة،